السلام عليكم. شكرا موقع شواقع على المواكبة ديال هذا الاعتصام مفتوح. سبب هذا الاعتصام هو عدم تجاوب المسؤولين وعدم دراية المشاكل ديال قطاع النقل السياحي. اليوم جينا هنايا باش نعتصموا حتى يكون حل جذري للمشاكل ديالنا. سمعنا بان كاين واحد الدعم، ولكن دعم ديال الحكومة ما فهمناش، يعني استثناو القطاع مثلا من ضريبه على التاكس بروفيسيونيل، يعني استثناو القطاع النقل السياحي. وحنا كنا تنتظروا ماشي هادشي اللي قالوا لنا في ذاك البلاغ الصحفي. حنا كنتظروا يعني الاعفاء التام من جميع الضرائب، اعفاء من لافينيت، اعفاء من الزيادات في الليترات. يعني راه ما يمكنش تشرك بزاف ديال القطاعات تشركهم عندهم نفس المشاكل. كل قطاع عنده استثناء ديالو، عنده مشاكل ديالو خاصه. ولهذا حنايا اليوم جينا باش يعني اتفقوا الاخوان جميع النقاله، يعني راه في المغرب كله هو، يعني باش يوقفوا، باش ما بقاوش يجرجروا فينا بهذا المعنى هذا. يعني تنشوفوا حنا راه التسويف والتجرجر الملف المطلبي ديالنا. حنا راه عامين ما خدامينش، عندنا لامورتيسمون، عندنا حنا راه مستثمرين، يعني جينا جبنا فلوس واستثمرنا في هذا القطاع هذا، لان بغينا الحكومه دابا انها تحمينا وتخرج لنا حلول جذريه، ماشي حلول ترقيعيه. كيفاش انا تخرجني تجيب لي مثلا تحيد هذاك الزيادات على حساب الكريديات ديال البنكه، تحسب لي 2021 2022 وفين هي 2021؟ فين هي؟ احنا راه احنا اول قطاع منكوب ومتضرر هو قطاع النقل السياحي، لان احنا عندنا علاقه وطيده مع الحدود، ولا قلنا الحدود يعني مع السائح الاجنبي. ولهذا يعني خصنا ضروري حل جذري، وخصنا ضمانات. سمعنا نهار 27 نهار 7 فبراير بيحلوا الحدود، ولكن شنو هما الضمانات باش ما تعاود تسد؟ لان راه كارثه هاد الخطره اللي فاتت، راه كارثه. الناس عاودت غرقات بكريديات اخرين باش تنوض ديك الخطره اللي حلوا فيها الحدود. وحتى مثلا سويرا داروا بزاف ديال الامور، الفيدونجات للسيارات، يعني بزاف ديال لي شارج، ومن بعد سدوا عليهم. ها حنا دابا في 7 فبراير بغيت تحل الحدود، شنو هما الضمانات باش ما يسدوش عندنا ثاني؟ شنو هما الضمانات؟ كلشي متخوف، حتى السائح الاجنبي حتى هو متخوف. راه حلوا الحدود وجاو الناس، جاو السياحه، ولكن منين جاو سدوا عليهم ولا السائح تيقلب على ليفول سميتو الطيران استثنائي باش يرجع لبلادو، وتيخلص البيب ب 7000 درهم، 70 اورو، 600 اورو، 700 اورو باش خلص التيكيطه ورجع. يعني راه كلشي متخوف من هذا الحلان هذا. لهذا خص الحكومه تاخذ بعين الاعتبار هذه المسائل هذو اللي قلنا، والله يدير شي تاويل الخير. وشكرا لك اخي الكريم. السبب ديال الاعتصام ديالنا يعني من بعد ما فقدنا الثقه في هذه القرارات اللي كتخرج، يعني وما كتنزلش، لان كنشوف واحد المجموعه ديال القرارات كتخرج. شفنا عقد البرنامج اللي فيه 22 اجراء وما تنزلاتش، وهي كانت كفيله بحمايه هذا القطاع، في اعفاءات ضريبيه، في تاجيل الديون، في التكوين، فيه يعني واحد المجموعه ديال القرارات. 22 اجراء باش تخرج بهم لجنه اليقظه في التكوين ديالها، وكنعرفوا كيفاش تكونت لجنه اليقظه، بانها يعني بتوصيات من صاحب الجلاله.
ولكن للاسف ما تنزلاتش. كانت يعني لجنه التتبع ما دارتش الخدمه ديالها. اليوم كنشوفوا مخطط استعجالي اللي فيه توا واحد المجموعه ديال الاجراءات في واحد المبالغ ماليه اللي مخصصه لهذا القطاع، ولكن النقل السياحي تيلقى راسو يعني ثاني غير مدرج، رغم انه كيتذكر هو والفنادق، ولكن ما مشيناش حنا في الانعفاءات الضريبيه اليوم مطالبين بالاداء الضريبه على المحور ولو اننا ما استعملناش الطريق، مطالبين بالضريبه المهنيه ولو ان البرود ديالنا مسدودين. اذا كيف يعقل؟ هذه راه مقاربه يعني غريبه ربما نلقاوها غير في المغرب، وانك ما عندكش لاكتيفيتي ومطالب بالاداء ديال الضرائب، في حين ان كنشوفوا دوك المتهربين من الضرائب يشدوا غير واحد فيهم ويخلص الخسائر ديال القطاع كلها. اذا حنا كنحسوا بروسنا اليوم بانه غير معنيين بهذه القرارات اللي كتخرج، ولهذا كنطالبوا بعقد برنامج او ببرنامج استعجالي خاص بالقطاع ديالنا يكون كفيل بالحمايه ديالنا وحمايه الاسطول ديالنا، لان جل السيارات مطالبه اليوم بالاسترجاع، وما يمكنش اليوم يتفتحوا الحدود وغادي نتموا حنا غدا غادي نجري وغنلقاو المطارات عامرين بالزبناء، لا ما يمكنش، لان خاص التسويق، خاص يعني الضمانات تعطى للسياح، خاص باش يرجعوا، وخاص ضمانات تعطى لهاد الناس هادو، وخاص تحط معايير جديده للاستثمار، لان ما بغيناش اليوم غدا يتفتحوا ويكون اغلاق ونلقاو ثاني ضحايا ديال عدم الديكلاراسيون، ضحايا ديال الناس كيجروا لهم في السيارات. حنا راه لامورتيسمون ديال السيارات ديالنا كتضيع يوميا. اذا تنظن عقد برنامج ما غيكلفش الدوله بزاف، لان لانهم اليوم عندهم جميع المعطيات، عندهم مقترحات، داروا دراسات، يعني خاص فقط يعني يكون اتفاق ما لنا وما علينا. والغريب في الامر واللي كنشوفوه اليوم هو ان هاد المسؤولين مازال ما استوعبوش حجم الضرر اللي وصل هذا القطاع هذا. معكم مريم بوعسيله، مسؤوله على شركه، مسيره شركه. احنا الان في واحد الاعتصام مفتوح، لان درنا اضرابات اللي فيهم 15 يوم، درنا وقفات، درنا احتجاجات، كنا في الرباط، مشينا للوزاره، ما خلينا طلبات، ما خلينا حتى شي حاجه. هاد الناس هادو لحد الان فاش كتجي للطابل كيقولوا لك هضره، فاش كنجيو للواقع كنلقاو هضره اخرى. حنا كيقول لك راه حبسنا عليكم التريطات، حبسنا عليكم هادي، غادي تخلصوا الفوائد، غيكون. ورغم ان هاد الناس هادو كلشي اللي كاينين هنا واللي في المغرب كاملين، لي ترونسبورتور كاملين، الضغط اللي كيعيشوا والحاله النفسيه اللي كيعيشوا فيها مع لي زورغانيزم كريدي راه يرتالها. انا علاش جبت لك تليفوني دابا؟ غنبقاو معيطين هاد الصباح جوج مرات ثلاث المرات. يعني داكشي اللي كيتقال لنا راه لا علاقه بهداكشي اللي كاين في الواقع. بغينا شي حاجه اللي ملموسه، بغينا شي حاجه اللي كتابيه، اللي نتعاملوا معاهم كتابيا. ملي كتمشي عند ليزورغانيزم تيقول لك مازال ما عندناش شي حاجه اللي هي خرجت لعندنا. فاش كتمشي عندهم تيقول لك لا صافي راه حنا عطينا الاوامر ديالنا كذا كذا كذا، ولينا حنايا بين المطرقه والسنداب، ما بقينا عرفنا واش نشدو هكا ولا نشدو هكا. حاليا يقولوا بانه غادي يتحلوا الحدود، لمن غيتحلوا الحدود؟ فين هما هاد السياح هادو؟ فين هما هاد الناس هادو اللي غادي يجيو؟ ما كنظنش. على اللي كيجي كيدخل هنايا وكيحصل بالثلاث شهور وبالربع شهور باقي غادي يعاود يرجع واحد اخر من موراه. حلو راه غادي نخدموا غادي نديروا، كتلقانا عاوتاني كنتسلفوا كنتكلفوا كنبيعوا اللي عندنا واللي ورانا واللي قدامنا وكنمشيو كنديروا عاوتاني لي زاسيرونس، كنفرقوا الشيكات باش الناس يتعاملوا معنا ويعطيونا لي زاسيرونس. نمشي عند مول البنوات نعطيه شيك يعطيني البنوات، نمشي عند مول البلاكيت، نمشي عند مول الفيدونج، سير دير لا فيزيت، سير صوب لوتوريزاسيون ديالك، كيحلوا لنا سيمانه كيخليوك غارق تا الودنين ويعطوك سيمانه. داكشي اللي دخل راه ماشي باش يخدم حتى خمسه الشركات، وكيخليونا غارقين تا الودنين، ويقول لك الحدود تسد. سدها ولا حلها دقه وحده، راه العالم كله حال، العالم كله حال ودير الاجراءات ديالهم، وكاين عندهم الحالات اكثر من ديالنا، وكاين الموت وكاين ما نعرف شنو، وحالين الناس وخدامين. ملي كنجيو كنشوفوا في راس العام المغرب هو البلد المنكوب الوحيد اللي منكوب. مصر خدامين، اسبانيا خدامين، تركيا خدامين، الدنيا كلها خدامه كتنغل، وحنايا حالتنا كتشفي العدو. راه صافي راه الزنقه راه خرجنا كنطلبوا، راه ما بقى لنا والو، راه هذا الشيء اللي لابسين راه غادي نبيعوه وغادي نخرجوا حتى حنايا بحالنا بحال عباد الله. كون غير كنا كنعرفوا نديروا شي حاجه اخرى ما عندناش مشكل، وكاين فرص عمل وكاين وكاين وكاين. راه حتى الا بغيتي تخرج تخدم راه ما عندك فاش، راه ما عندك فاش، راه كاينين عندنا حالات هنايا، كاينين اللي مريض صافي راه غير نفسيا، ولا تيقول نطحر حسن ليا ولا هاد الشوهه.
باش كتجي كتفيق الصباح وكتلقى بارك ديالك مسف قدامك، الروايض هبطوا الارض، الحديد رشا، كيفاش غتكون؟ وزيدها من الفوق، الو اجي خلص ليها، اش غنخلص لك؟ لقيت انا ما ناكل بعد عاد نجي نخلص لك انت يا. انا عطاني غير ما ناكل وما نشربوا باش نداوى، ودي هذاك الحديد ديه هديه. ما بقاتش انا بعدا ما بقيتش مربيه الكبده، ضربنا تما رفقنا في السته فقنا في الربعه بيتين في المطارات، هزين عباد الله شادين بهم الطرقان ما خلينا ما درنا. في الاخر كتشوف رزقك هكاك منشور وكتشوف فيه ما لقيتي ليه جهد، وغنجي وندوي لكم اسدي غديوهم انا بعدا من عندي اديوهم، انا بغيت غير نعيش مرتاحه وهانيه في دماغي ونعس. ديو الحديد ديو كل شيء، غير عطونا اتساع خليونا غير نعيشوا هانيين، لان صافي وصلت فينا واحد الحد اللي ما بقاش مازال عندنا فين تزيد. واه جينا عند النهار اللي كنتي كتدخل عندهم كيحطوا لك القهوه واجي مرحبا بك وسيني وهادي وكذا وكذا، علاش؟ ديك الساعه كنا كندخلوا الدوفيز كنا كنجيو كنخرجوا، راه ما كاينش لا ميزون اللي ما كاينش السيمانه اللي ما كتخرج قرباله ديال الطوموبيلات، كتدخل ترونسبورتور كيهزك فوق الراس. دابا الا دخلتي غير باش تفهم معاهم بحال شي ساعه الا دخلتي كيطلبوا فيهم، رغم ان هاد الطوموبيلات هادو راه قطر من النص حنا مخلصينو. هاد الناس هادو اللي كيجيو كيقول انا عندي طوموبيل بقات فيها 6 ديال الطريطات، 6 ديال الطريطات 4900 درهم ودخلوا عليا الكوتونسيو 6000 درهم، 4600 900 درهم 6 ديال الطريطات راه ما جايبه حتى 3 المليون ودخلوا عليا الكوتونسيو، يعني الطوموبيل مخلصه كامله. علاش؟ وداكشي اللي تزاد فيها داكشي اللي خلصت، راه ولات عندي بوينغ ما بقاتش عندي انايا ماستر ولا سبرينتر ولا، راه الثمن باش طلعت راه طلعت ما نعرفش الكار هذاك واقيلا، اما صحاب الكيران مساكن راه حديت بلا حرج. الحالة يرتالها بمعنى الكلمة، وصلنا وصل السيل الزبا يا يديونا معاهم. انا بعدا حاليا انا وليت كنقول اللهم يديوني للحبس بعدا غناكل ونشرب على حسب الدولة، ما غادي نهزهم لا ضوء لا ما لا كرا لا ما ناكل ما نشرب، يديو الطوموبيلات ويديوني حتى انا معاهم ويهنيوني، هذا هو اللي كاين. شكرا. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.